مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا اسأل خبير بالعربي الفصيح على كان ار تي في صوت العرب من كندا. انا محدثكم جمال الشريف. في الحلقة السابقة تحدثت وكنت مع مستشار مالي ليتحدث عن كيفية الحصول على قروض لشراء منزل، وهذه كانت الخطوة الأولى في شراء أي منزل، وخاصة لأي واحد بده يدخل على مشروع العمر كما يقال. الخطوة الثانية هو البدء بالتفكير بشراء منزل. أخذنا المورجج، أخذنا الفلوس ودبرنا كل شيء، الآن عندنا خطوة شراء منزل. عشان هيك اليوم معنا المستشار العقاري السيد وضاح الغصين. أهلا وسهلا فيك أستاذ وضاح. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بالدكتور، وأهلا وسهلا بالمستمعين. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا يا سيدي. الله يخليك. تسلم حبيبي، إلنا الشرف. أول شيء بدي أشكرك على وقتك الثمين. اللي ما بيعرف وضاح الغصين هو من أكبر مستشارين العقارات الريال ستيت ايجنتس الموجودين في مدينة أوتوا، يعني احنا بنسميه the king of real estates. انا بسميه، ما بعرف اللي بدكم اياه. ما شاء الله عليه، عنده تيم كامل من الريال استيتس، مش لحاله بيشتغل مع تيم كبير، وشغلهم دائما في كل أوتوا وما حواليها، ودائما موجودين 24 ساعه 7 ايام بالاسبوع لخدمتكم. بعرف عندهم ايميل، تلفونات، وايضا عندهم شغله جديده سمعت عنها، انه عندهم على الموقع، انا عم بحكي كل الاسرار من اولها ترى، الموقع تابع شكلك 24/7 شات، وهذه يمكن تعتبر شيء جديد في عالم الريال ستيت ايجنتس. اهلا وسهلا فيك استاذ وضاح. اهلا وسهلا فيك حبيبي، واهلا وسهلا في المستمعين، وشكرا على استضافتك الكريمه، واحنا اكيد دائما بحصلنا شرف ان نكون معك باللقاءات المميزه اللي بتعملها. اكيد. سريعا جدا، فيرتكس تيم احكي لنا عنه شوي قبل ما ندخل في موضوع الريال استيت وكيف نشتري وكيف نقدر نحصل على بيت كويس. حلو. الفيرتكس تيم هو احنا يعني صار لي يمكن بحدود يعني اكثر شوي من 20 سنه بهالمصلحه. الفيرتكس تيم مجموعه من المستشارين العقاريين تحت الاداره تبعتي. في عندي بارتنر اكيد، كليتنا بتيم كامل بنشتغل مع بعض على اساس نوفر السيرفيس المطلوبه لكل التيم. قصي كرباج بارتنر معايا بالتيم، وبقيه التيم طبعا دايفرس من عده جنسيات ومن عده ديانات، وهذا بيعطينا صلاحية إنه نقدر نسوق البروبرتيز تبعتنا بعدة طرق وعدة ثقافات وعدة كلتشر موجودة هنا بأوتاوا، بحكم إنه طبعاً أوتاوا is a multicultural city وفيها جاليات كتير مختلفة بين الشينيزية والهندية والعربية أكيد، وطبعا الفرانكفون الفرنسية. فعنا إحنا كل هذه التصنيفات، وعنا ماركتينج تيم قوي كتير، ندرس نعمل دراسة كاملة لكل بروبرتيز وكل المناطق اللي إحنا منسوقها، وإن شاء الله إحنا طبعا أكيد نكون بحسن ظن الجالية الموجودة هنا بأوتاوا، وفي ناس دائما تتصل فينا بتسألنا أسئلة، وإحنا دائما بنساعد الكوميونتي سواء بدهم يشتريوا أو معانا أو يكون أسئلة عامة، إحنا دائما بنكون جاهزين وحاضرين. يعني اللي بده يتواصل بتواصل معكو، أسهل إشي التلفون، يمكن تلفونك الخاص اللي أنت حاطه على الشاشة 613-878-3041. صحيح صحيح، هذا هو تلفوني أنا الخاص، حبيت إني أحطه على السكرين لكم. بس بطبيعة الحال الويب سايت اللي أنت حضرتك فرجيتها مع التيم كامل كان موجود، وأنا حطيت الويب سايت كمان اللينك thevertexteam.ca عشان الناس برضو تستفيد. بالضبط، وفي موجودين، إحنا موجودين على جميع أنواع السوشيال ميديا صراحة، يعني بين فيسبوك ولينكدين وإنستغرام وتويتر ويوتيوب، وعندنا شانل كمان،
فيعني سهل انه بتصور يقدر يتواصلوا معنا بكل طريقه من هذه الطرق. استاذ وضاح، خلينا نبدا اليوم في موضوع. احنا المره الماضيه تواصلنا مع صفوان عطيات وتكلمنا عن موضوع المورجج وكيف نحصل على قرض بنكي، وكان موضوع كبير اخذ منا ساعه، فان شاء الله ما ناخذ الوقت الطويل منك، نحاول انه نعطي تو ذا بوينت، مع انه المعلومات انا عارف كثير ودسمه. الكنديين بيحكوا don't wait to buy a house, buy a house and wait، يعني لا تستنى تشتري بيت، اشتري بيت بعدين استنى. شو معناها بالنسبة لك هاي الجملة؟ صحيح صحيح. هلأ هذا موضوع كتير مهم هلأ بالنسبة للعقار، لأنه يعني احنا كنا بنتكلم، إذا بتتذكر عملنا حلقتين، حلقة بنص كورونا وحلقة بأول ما بلشت كورونا، كنا دائما نتكلم نقول يا جماعة الماركت حيرتفع، وكان في حتى شكوك بالكلام اللي كنا بنحكيه بالفترة هذه، إنه يا عمي شو إنه كيف بده يرتفع الماركت وإحنا بكورونا وبانديميك عالمي ومفروض الاقتصاد يصير سيء ومفروض العقار ينزل. طبعا في شغلات كتير ضافت لهذا الموضوع وخلت العقار يرتفع بشكل كبير. إذا بنطلع على الستاتستكس اللي موجودة بالنسبة للعاصمة أوتاوا مثلاً، عاصمة أوتاوا تعتبر من أرخص العواصم العالم، اللي هو الجي 20 أو الجي 8 بالأخص. فهذا طبعاً بيخولنا إنه يكون عندنا الأوبورتينيتي لسه الأسعار تزيد أكتر وأكتر من الموجود هلأ حالياً. في كتير ناس عنده شكوك انه والله الاسعار صارت كتير عاليه واكيد هذه الاسعار حتنزل واكيد الماركت حينضرب. صرنا بنحكي هذا الكلام من اكثر من 10 سنين، من ايام ضربه 2008 الماركت كرايسيس، والناس بتحكي انه الا ما تنزل الاسعار الا ما تنزل الاسعار، ومن اياميها لغايه اليوم سنه عن سنه عم تطلع، وخاصه السنتين والثلاث سنين الماضيه عم تطلع بشكل ملحوظ وبشكل كبير جدا. فاللي بنحكيه انه كلامك صحيح، دائما احنا بنفضل انه تشتري العقار وتنام عليه. يعني واحدة من الطرق او من الطرق القوية الايجابية، وانا عن نفسي عادة بقول للناس هي الطريقة الوحيدة اللي الواحد بهالبلد بيقدر فعلا يحوش مصاري لا للريتايرمنت تبعته. طبعا احنا ما بنشيل الميتشوال فاندز وما بنشيل هذا، لكن دائما انفستينج ان سوليد جراوند زي ما بنقول از سوليد ايديا دائما. هل انت لسه تتوقع انه شراء منزل هو استثمار، ما زال يعتبر استثمار؟ طبعا احنا لسه متوقعين السنه اصلا زياده حوالي 10%، وهذا كان الكلام التوقع هذا كنا متوقعينه بأول أسبوع من جانيوري، يعني قبل مشكلة التراكرز والمشكلة والمظاهرات اللي عم بتصير عندنا كعاصمة أو كتورونتو أو على الحدود بشكل عام. فكل هذه العوامل بتأثر على أنه الماتيريال تقل، بتأثر أنه البيلدرز يكون صعب بالنسبة لهم يبنوا، وبتأثر إنه الأسعار بتزيد طبعاً بما إنه ما في ماتيريال وما في عروض، بتضل هالأسعار تزيد وتزيد، والطلب بعده موجود، وفي كتير إنفسترز عم تيجي من برا وكتير ناس عم تشتري. فلما يكون العرض قليل والطلب موجود أكيد بده ينعكس على الأسعار، وإحنا كنا متوقعين إنه 10% زيادة، هذا قبل مشكلة التراكرز. تمام. فهلا المفروض يكون اكثر حتى بكثير من هان لاخر السنه. فالزياده بعدها موجوده واحنا متوقعين لسه تزيد اكثر واكثر. طب الانكماش الاقتصادي او العجز الاقتصادي اللي عم بيصير في كثير من الدول خاصه بعد الجائحه، بتتوقع انه بالعكس راح يزيد من الاسعار ولا حيقلل منها؟ شوف، هو زي ما بتقول دائما في فاين لاين، لم ممكن الدبس، بس هذا احنا بالنسبه بتوقع انه بالنسبه للايكونومي تبعت كندا، الايكونومي تبعت كندا بتصور مستقره وقويه، ما بتصور يكون في مشكله انه
ينضرب الإيكانامي بشكل كبير. الاستثمارات اللي عملتها كندا بفترة الكورونا والفلوس اللي ضخطها في البلد على أساس تخلي البزنس تستقر وما تفلس وتساعد كل الأونرز أو الناس عشان ما تخسر بيوتها، ساعدت بشكل ملحوظ. أكيد تحملت الحكومة ديون ضخمة، بس نهاية الحال الديون هذه كلها بنتكلم عن ما بين 30,000 ل 50,000 per person per family قصدي كديون، يعني مو مبلغ يعني مهول. وممكن هذا إذا المبالغ التاكسز هذه تتقسم، إذا فرضوا تاكسز زيادة بعد ما نعدي هالمرحلة ممكن طبعا تتقسط على الناس بشكل ملحوظ، أو ممكن يصير في عندهم استثمارات تانية يعوضوا هذه طبعا الخسائر اللي موجودة، أو ممكن بحكم تغيير الحكومة كمان. طبعا نعرف إحنا كل حكومة إلها مذهب مختلف، فإذا تغيرت الحكومة ممكن يكون في كاتس معينة ببروغرام معينة وتتحسن الاقتصاد. فأنا بتصور الاقتصاد عندنا قوي وما في خوف عليه. طيب سؤال الآن، أنا بدي أشتري منزل، حصلت من عند صفوان المورجج وكل شيء تمام، صار عندي خيار. ناس بتقول لي يا عمي شو بدك في الريال ستيت ايجنت، وناس بتقول لي لا أحسن لك جيب ريال ستيت ايجنت. الآن السؤال، لماذا يجب علي أني أبحث عن ريال ستيت ايجنت؟ شو الفوائد اللي أنا بستفيدها من وجود ريال ستيت ايجنت؟ حلو. الريل استيت ايجنت اكيد بيلعب دور كتير مهم، سواء انا او غيري يعني، بس بيلعب دور كتير مهم، خاصه اذا كان الريل استيت ايجنت عنده خبره قويه بالمناطق اللي هو بيشتغل فيها، او بالنوعيه البيوت اللي الزبون عم بدور عليها. في ايجنتس مختصه بتكون ببيوت اللي هي البراند نيو او مع البيلدرز، في ايجنتس بتكون مختصه بالكوندومينيومز وبالابارتمنتس وبالكلام هذا، في ايجنتس بتكون مختصه بالهاي كلاس بروبرتيز اللي هي بيج سنجل هومز الاوفر 1.5 او 2 مليون والكلام هذا، في ايجنتس بتكون مختصه بالرورال بروبرتيز اللي هي البروبرتيز اللي بتكون فيها سبتك وفيها ويل وبتكون بالطول مثلا عليك او على نهر او على مية، بتكون ارض كبيرة. طبعا هذا كله الكلام بيأثر اكيد على المشتري. المشتري لازم يدور على الايجنت اللي عنده خبرة بهذا المجال. الخبرة هذه كتير مهمة بهذا، لان كل بروبرتي من هاي الانواع اللي انا ذكرتها في الها التريكس تبعتها، في إلها المشاكل تبعتها، في إلها المحاسن تبعتها، في إلها حسابات معينة لازم ينتبه لها الزبون. فإنه الزبون والله أنا والله أنا مع نفسه يروح مثلا يقرر إنه يتصل باللستنجز اللي موجودة أو المعروضة على الكمبيوتر هيك مع حاله، يتصل بالإيجنت ويقول له والله أنا بدي أجي أشوف البيت، يلا والله عجبني البيت بدي اعمل عليه اوفر. طب ما في كتير شغلات وممكن يكون ما عنده فكرة عنها، وفي شغلات لازم ينتبه لها، وفي statistics لازم احنا منطلعها حتى نشوف اذا السعر مظبوط مش مظبوط. في كمان نطلع على شغلات معلومات، اذا مثلا البروبرتي هاي كان فيها عليها claims من الانشورنس، نطلع على معلومات اذا كان في عمره في ماريجوانا جرو اب بالبروبرتي، او كانت مستعمله كدراج هاوس او كان كرايم هاوس، او كان، او في حتى في ناس تعرف في ناس سوبرستيشس يعني بتخاف من من البيوت اللي خلينا نقول مسكونه او ممكن مزعجه بالنسبه لها، انه لا سمح الله حدا انقتل فيها او كلام هذا. هاي المعلومات كلها الايجنتس ممكن يوفرها. فهي شخصياً أنا ما بقدر أوصل لها بالضبط. البابليك صعب، البابليك صعب بيوصلها. انتوا عندكم يعني أكسس لداتا معينة بالضبط، احنا منسهل الموضوع هذا. في بعض البابليك ممكن يكون عنده شوية كونكشن مع السيتي مثلاً، شوية كونكشن مع البوليس فورس،
يعني ممكن يوصل لهي المعلومات، بس الموضوع صعب جدا ومعقد جدا. وجود لك يعني كولينج، ما انت عارف كيف يعني جود لك كولينج ذا سيتي، وبدك يمكن اسبوع لشهر لما حد يرد عليك. فاحنا بنوصل لهي المعلومات بشكل اسرع وبشكل دقيق، فبنقدر نفيد المشتري بهاي المعلومات كلها. طيب بالنسبة للنيغوشيشن برضو انت بتساعد في الموضوع كايجنت، بتساعد في وضع العقد، انت اكيد بهمك المشتري بما انه هو اللي جاي، صحيح؟ صحيح. اذا انا ريبريزنتنج المشتري بالحالة هاي اكيد بهمني المشتري اكتر من البائع. اكيد احنا بدنا نكون منصفين للبائع بشكل او باخر بالنسبة للبيع بيته، لانه اسوأ اشي انه الواحد يشتغل بطريقة انه والله بده يسرق بضاعة حدا من حدا، يعني مو حلوة هذه الطريقة. صحيح. انه اكيد انا اذا المشتري تبعي الزبون تبعي انا هو اللي بده يشتري، اكيد احنا بنساعده وبكون عنا الاولوية انه نجيب له معلومات المضبوطة، بننصحه اذا هذا البيت موجود، البيت اللي شافه او اللي عجبه هذا ملائم له مناسب له بالمنطقة مناسبة له ولا لا، ونعطيه النصيحة اللي بيقدر يقرر من خلالها إذا يتوكل على الله ويعمل آفر على هذا البيت أو لا. ونفرجيه طبعا الكمبارابلز، منفرجيه البيوت اللي موجودة حاليا، ومنقرر مع بعض شو ممكن يكون سعر البيت هذا، سواء عملنا نيغوشيشن لتحت برايس أو أوفر برايس حسب الماركت. يعني هاي يمكن أصعب سؤال أنا بدي أسألك إياه كنت، لأنه هذا سؤال مهم جدا، قديش أدفع فلوس؟ يعني كيف انت بتساعد، لانه انت عارف والان اللي شايفينه في الماركت انه معظم البيوت يعني معظمها اوفر برايس عم بتروح، في تقريبا سيم ليستنج برايس بس معظمها بتروح اوفر برايس. فانا كمشتري شو بدي اعرفني قديش لازم ادفع زياده، ادفع 10,000 ولا 100,000؟ يعني في بيوت عم نسمع ب 400,000 عم تنباع اوفر برايس، هل أدفع 400,000 أوفر برايس ولا أدفع 10,000 ولا 20,000؟ مين اللي بيساعدني بهذا الموضوع؟ صحيح صحيح. شوف، هو الأجنت له دور كبير بهذا الكلام أكيد، لأنه إذا إجاني مثلاً دكتور جمال الشريف بده يشتري بيت، وكان رايح لصفوان عطيات وعامل معه مورجج، وصفوان معطي له مثلاً بادجت 600,000 دولار بس، فدوري أنا كأجنت أني أفرجيك بيوت ب 600,000 أو أقل بهذا السعر، وما أعشمك ببيوت تكون أو أنا عارف إنه ممكن توصل سعرها أعلى بكتير من 600,000. اللي صاير هلأ حاليا بالماركت، في كتير ايجنتس بتعرض البيوت بأسعار أقل من سعر الماركت. هلأ هذا مش الدور اللي إحنا كنا بنحب نلعبه كايجنتس. أول ما بلشت الكورونا والبانديميك لاحظنا انه في عدد اقل من البيوت اللي عم تنعرض للبيع، فصار في دائما عده ناس بتعمل اوفر على نفس البيت، فالبيوت اللي فعلا كان سعرها 400,000 صارت تنباع ب 450، فصرنا نطلع نحط 450 صارت تنباع ب 500. طيب يا عمي، طب اوكي البيت اللي بعده عرضناه ب 500 صار ينباع ب 600، طب يعني لوين بدنا نضلنا نطلع؟ فاحنا صرنا نحاول انه ضلنا نحط السعر اللي هو الماركت حسب last listing price، لأنه بطلنا نعرف لوين ممكن يطلع صدقا. يعني فمنلاقي إنه تاون هاوس أوكي بنطلع أوكي آخر تاون هاوس ينباع بهذا المنطقة ب 750، بس مش معناته إنه هذا البيت حينباع ب 750، احتمال كبير ينباع ب 800، وشفنا هذه الإكزامبلز كتير. بس فمنطلع على قديش كان معروض لما انباع ب 750، بنطلع انه اوكي والله كان معروض مثلا ب 599 900 يعني 600، فمنروح بنعرضه احنا ب 600. فممكن ينباع ب 700، ممكن ينباع ب 750، ممكن ينباع ب 800 حسب قديش اوفرز بيجينا. لانه اذا احنا عرضناه ب 750 لانه اخر بيت انباع ب 750، المشكلة الببليك برسبشن صار إنه لازم الزبون يطلع بين 50,000 ل 100,000 أوفر أسكينج. فإذا إحنا حطيناه ب 750 معناته صار الزبون يفكر إنه لازم يحط 800-850، ممكن يلاقي إنه هذا البرودكت مش مناسب سعره هالقدي، ف
فيبطل يشوف البيت هذا اساسا. فصرنا نضطر نحط الاسعار الاقل حتى الناس تيجي وتشوف البيت، بعدين هم لحالهم بيطلعوا حسب الماركت برايس. لانه اذا حطينا البروبرتي بالماركت برايس، كل المتعارف عليه حاليا هلا بتورونتو وبأوتاوا وبكتير مناطق بأونتاريو انه لازم يطلع 50 ل 100 ألف، فصارت مشكلة هذه عندنا. فصرنا نضطر نحط الأسعار الأولية المبدئية حتى نلبي الببليك وحسب تفكير السايكولوجي تبعك. بتساعد الزبون انه ياخذ الرايت البيست ديسيجن يعني. اكيد طبعا اكيد. اوكي طيب، لو بدي اسالك سؤال رضاح، انت مش ريال ستيت والآن بدك تشتري بيت، هل بتروح على ريال ستيت ولا بتشتري لحالك؟ لا 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 اكيد بستعمل ريال ستيت اكيد. طب انا بنصحك بريال ستيت، هذا عنوانهم على الشاشه، اسمهم thevertexteam.ca، ممكن تتواصلوا معهم، وتلفون وضاح الغصين هي موجود برضو على الشاشه، ممكن تتواصلوا معه باي وقت. انا سالت سؤال بدي اتاكد اذا بدي اروح ولا لا، وهي دلنا على ريال ستيت. طيب وضح، الآن أنا إجيتك بدي أشتري بيت، قلت لي أوكي أنت زي ما حكينا معك بادجت 600 ألف من المورجج، وعندك مثلاً 200 ألف داون بيمنت 800 ألف. كيف أنا وياك بدي أجلس أحدد المنزل، ولا أنت بتصير تبعت لي أي منازل هيك اللي بتيجي عندك وابعت لجمال وخلص خلينا نشوف شو في عنده؟ لا أنا دائماً أنا عندي بروسس معين دائماً بتبعه. دائما بطلب من الزبون يتفضل عندي على المكتب، نقعد هذه قعدة البيوت، والله نتقابل بقهوة ونتقابل بهذا ما بزبط الميتينج هذه. نتقابل بالمكتب، وبالمكتب عندنا كل التولز، فبنقعد بنتكلم على كل اللي أنت بدك إياه. فبنتكلم إنه شو وضعك العائلي، إذا متزوج مش متزوج، أهلك أبوك وإمك عايشين معك، عندك أولاد، إذا أبوك وإمك عايشين معك شو القدرة تبعتهم إنه يستعملوا الدرج، يطلعوا ينزلوا، قديش أعمارهم، قديش أعمار الأولاد. الأولاد مثلا بنتين، كل بنت بدها مثلا غرفتها وحمامها، ولا ممكن يستعملوا غرفة واحدة؟ إذا ولد وبنت طبيعي بدنا غرفتين لكل واحد فيهم. طيب أوكي كم حمام ممكن نستعمل؟ كل هذه الأمور نقعد منتشاور فيها ومنتكلم فيها. وأكيد طبعا نتكلم كمان عن مكان شغلك، مكان دراسة الأولاد، لأنه في كتير تعرف في كتير عنا بالجالية بيودوا أولادهم على مدارس خاصة، مدارس إسلامية، ممكن مدارس كاثوليك، برايفت سكولز. فنتكلم بهذا الكلام، نشوف وين مدارسهم، وين شغلك أنت، وين شغل مدامتك، وعلى هالأساس وعلى هالدراسة منقرر أنه وين ممكن يكون البيت، وشو نوع البيت اللي ممكن تشتريه طالما أنه بهذه الميزانية. فطلع على هالميزانية وإيش ممكن الأوبشنز اللي نطلع عليها الميزانية. مثلا 700 ألف، أوكي 700 ألف ممكن نصح لنا تاون هاوس، ممكن نصح لنا تاون هاوس بمثلا 3 بدروم، ممكن نصح لنا سنجل هوم بس يكون قديم، ممكن نصح لنا أبارتمنت. هل بيناسبك موضوع الأبارتمنت ولا لا؟ ممكن عيلة تكون صغيرة، ممكن أنت هذا اللي بدك إياه. وكل هذا بنتشاور فيه، نتناقش فيه، ومنلاقي أحسن برودكت ممكن يلابق لإلك. عادة أنا يعني you customize my product. بالضبط. عادة أنا دكتور، شوف أنا عادة بقول للزبون بدك تعطيني واحد من هالثلاث شغلات. يا إما بتعطيني open budget فبلاقي لك البيت اللي أنت بتحلم فيه واللي بدك إياه باللوكيشن اللي انت بتحلم فيه واللي بدك اياه، بس بتعطيني اوبن بادجت. يا اما اذا عندك بادجت ليميتد حسب المورجج و الفاينانشال، معناته بتعطيني اوبن للتايب اوف برودكت. معلش اوضح، كاندو فيه كاندو مش مشكله، معلش ابارتمنت مش مشكله، معلش كذا. يا اما اللي هو طبعا او العمر مثلا البيت، يا اما بتعطيني اللوكيشن. تقول لي اللوكيشن وضح مفتوحة،
اوكي، فمش لازم مثلا اورلينز، ممكن نطلع بنروح على راسل، ممكن حتى الاقي لك البرودكت اللي انت بدك اياه بالسعر اللي انت بدك اياه. فلازم تعطيني واحد من هدول الثلاثه حتى اقدر البيك باللي انت بدك اياه. اما واحد بده اللوكيشن هذا بالبادجت اللي عنده اياها، بانه يكون والله سنجل هوم ودبل جراج وفور بيدروم و و و و و، هذا طبعا أصلاً. فدائما انا بخير الزبون بقول له اعطيني واحد من هالثلاثه، انه اللي بتقدر تستغني عنه اللوكيشن تفتح لي اياها، ممكن اروح امبراير، ممكن اروح راكلند، ممكن اروح وينزر، وين ما اروح اروح، المهم الاقي لك البيت الكبير اللي بدك اياه بالسعر اللي بدك اياه، او تعطيني السعر مفتوح ساعتها بلاقي لك باللوكيشن اللي بدك اياه بالنوع البيت اللي بدك اياه، او تستغني عن نوع البيت، ابارتمنت كاندو عمره قديم بده تصليح بده كذا وهكذا. اوكي طب قديش انتم بتشرجوا على هذا الموضوع؟ قديش المبلغ اللي بدفعه زبون اللي بده يشتري بيت منك؟ اللي بيشتري البيت عاده احنا بندفع او مش بندفع او بناخذ العموله والكوميشن فيز تبعتنا من الليستنج سايت، بتكون فري اوف تشارج سيرفيس عاده. اوكي ممتاز ممتاز. طيب حددنا كل هاي المواضيع، شو كيف بيصير؟ بتتصل فيي بتقول لي جمال في مكان، ولا بتبعت لي ايميل، ولا كيف بحدد الموضوع وكيف بتصير الخطوات بعدها؟ اوكي، بعد ما نحدد كل هذه الامور طبعا وندرس المناطق اللي ممكن توافق على الكلام اللي احنا حكيناه، بحطك على سيستم معين، ببعث لك انت مسج وببعث لي انا مسج، وانا من طبيعتي بكل مسج توصلني للدكتور جمال او لحدا من زبوناتي عاده بفتح التلفون وبطلع عليه، بشوف انه اوكي هذا ممكن يناسب والله الدكتور، هترن له احكي معه، او ممكن الاقي شويه اوفر برايسد، او مش اللي انا ممكن هذا الدكتور جمال اللي شايفه ممكن الاقي له احسن منه، فبتلاقيني ما حكيت مع الدكتور جمال. ممكن الدكتور جمال يشوف هذا الايميل ويستفيه يقول لي وضح والله بعثت لي اليوم شغله والله انا عجبتني، بقول لك انا اوكي تعرف هذا البيت انا ما اتصلت فيك ليش، بتقول لي ليش مثلا، بقول لك والله هذا البيت ظهره في غاز ستيشن والشارع عام وا 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 وا، فانا صراحه عشان هيك ما اتصلت فيك. بس مع انت معرفتك بكل هاي الامور اللي حكيت لك عنها، هل بتحب تروح تشوفه برضه ولا لا؟ فهيك بتصير الموضوع، فبتصير من كلا الطرفين عاده. انا بطلع على كل اللي بوصلني كل يوم وبطلع بشوف اوكي والله محمد اجا كذا وكذا وكذا، والله هذا ممكن، والله هذا فعلا سعره منيح، فعلا لقطه، هذا ممكن يتزبط، بس انه لو يندهن وكذا بيطلع كتير حلو، لأنه أنا بعرف المودلز بعد 20 سنة خلص، يعني نعرفهم المودلز بنعرف كذا، أحيانا بيبينوا بالصور كتير عطلين بس بكون سوء ماركتينج من الليستينج ايجنت، بس أنا بكون عارف إنه هذا المودل فعلا اللي دكتور جمال بده إياه، بس هو لو يندهن ويتزبط وتتغير هالأكم من ضوء بيطلع البيت بجنن. فهمت شو قصدي؟ هاي بتلعب دور الخبرة تبعت الايجنت. طيب انا بدي اشوف البيت الان، بتصل فيك بقول لك او انت بتتصل فيي بنحدد موعد كيف بيصير ونروح على البيت نشوفه. صحيح، بنروح بنشوف البيت، اول قبل ما ندخل من البيت بفرجيك الشغلات اللي موجوده من برا البيت، بقول لك مثلا اوكي الروف هذا عمره كذا، ممكن يضل يضاين معك كمان 5 سنين 10 سنين، بنتكلم عن الدرايف واي، بنتكلم عن الابيرنس تبع البيت من برا، بنتكلم عن المنطقه الحاره اللي انت فيها، بنتكلم عن ايش في بظهر البيت اذا كان عماره او غاز ستيشن او 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 شوبينج سنتر او بيت عادي وخلافه، نتكلم عن كل هاي الامور، بعدين ندخل على البيت وبنبلش ببلش لزبون طبعا اشوف البيت، بعطي للزبون مساحه شوي، بشوف رد انفعاله عن البيت، كل واحد له تفكير مختلف، في ناس ممكن تشوف بيت لك او ابارتمنت يعني 1 بدروم تقول واو بجنن، وفي ناس ممكن تشوف بيت 10000 سكوير فيت تقول لك صغير، فكل واحد عنده ذوق مختلف. انا ما بقدر اعطي ذوقي بهذا الموضوع، لكن بقدر اعطي التعليمات والنقاط انه انتبه هنا في مشكله عندك بال
مثلا بالفرنس مثلا، انا شايف انه عم ممكن عم بينزل مي، او الاستراكشر تبع هذا البيت من النوع القديم لانه الفاونديشن مثلا بالستون مش بورد كونكريت، فانتبه هذا الستون ممكن ينز مية كل فترة والتانية. هاي الشغلات اللي بنبه عليها. ولا اني مثلا اقول للزبون انه الليفينج هذه روم صغيرة مفروض تدور على اشي اكبر، هذا طبعا هذا الذوق الزبون، ما فيني انا اعطي هذا اتدخل بهيك الشغلات. لازم اشوف الزبون شو رايه. ممكن اقول للزبون والله كتير صغير هاي اللي فيه، خلص بتصير بعرف انه كتير زبونه للجمال، ما بفرجيك بعدها بيوت مساحة الليفينج روم هاي وهكذا. طيب شفنا بيت 2-3، قررنا على بيت، قلت لك وضح ان شاء الله هذا البيت. شو الاجراءات الان بعد ما انا عجبني وعجب المدام البيت وعجب الاولاد؟ حلو. هلا انا اجراءاتي برجع على المكتب، بعمل دراسه كامله عن البيت، بشوف كل المعلومات اللي تكلمنا فيها باول الحلقه، بشوف اذا في عنده مشاكل، اذا في اي فلاجز من السيتي، اذا بشوف اذا في اي مشاكل كاينه مع الانشورنس، كاين صار في فلودينج، بسال بتواصل مع الليستنج ايجنت، بساله ذا رايت كويستشنز، بحطه ان رايتنج على اساس الايجنت يرد علي ان رايتنج. هاف يو ايفر اكسبيرينسد مثلا في شغلة صغيرة وضح، عم بسمع الآن في الأخبار عن موضوع الرنتل، شغلات الرنتل، بقول لك في ناس بكون عليهم رنتل وبيبيعوا البيت على إنه ما في رنتل وبطلع، أو مش رنتل بسموه هولد رنتل. قبل فترة طلع على السي بي سي برنامج عن الموضوع هذا. في بيوت المشكلة بتكون مأجرة، فبتيجي أنت بدك تعمل آفر على هذا البيت، فممكن يكون هذا البيت مأجر فيه لسه ليس existing lease موجود. فإذا في existing lease موجود وفي مستأجر في البيت، ما بتقدر تطلعه حتى لو أنت بدك تسكن في البيت. الطريقة الوحيدة أنك تقدر تطلعه أنه ينتهي هذا الليس، وبعد الليس إذا صار month to month ساعتها بتعمل له بتعطي له form N12 وساعتها بتطلع التننت من هذا المكان. في كتير ناس بتغلط بتعمل offer وبتشتري البيت، وبيجي وقت الكلوزنج البنك بيسأل بقول لك اوكي انت بدك تسكن في البيت، بتقول له اه والله انا بدي اسكن في البيت، وبقول لك طب كيف بدك تسكن في البيت ما هو البروبرتيز رنتد، فبيجي وقت الكلوزنج البنك بيرفض يمول. بتصير يعني الايجنت اللي ما بينتبه لهاي الامور وما بحط ذا رايت كلاوزز وما بشيك، هذه واحده من الشغلات اللي كتير مهمه بنشيك عليها مع مع الليستنج ايجنت او مع السيلر، بنشيك هذه الامور حتى نتاكد انه ما يقع فيها الزباين. وهي كلها وظيفتك يعني، انت اللي بتشتغل فيها وانت بتتاكد من صحيح. لانه هاي وقعه يعني مشكله، يعني عم بتصير مشاكل لناس انه ما انتبه الريال استيت لها. صحيح. وبعدين هلا بعد هيك بعد ما نعمل هاي الدراسة كلها بندرسها أنا وإنت، وبفرجيك شو البيوت اللي انباعت بالمنطقة، بفرجيك الأسعار ومنبني السعر أنا وإنت، وعلى هالأساس نعمل آفر، سواء سعر asking price أو over asking أو less than asking حسب الماركت وحسب كثير شغلات. بنعمل آفر بنحط فيه كل الشروط اللي حسب الخبرة وحسب السنين الطويلة اللي قضيناها، بنحط فيها كل الشروط اللي مفروض نحطها حتى نحميك كباير. بنحط لك الشروط الخاصة بالكوفيد، إذا صار لك لا سمح الله كوفيد وما قدرت تروح يوم الكلوزينج، وعندك مثلا isolation period وما قدرت تعمل كلوزينج، فبنحط لك clauses إنه ممكن تأجل من غير أي penalty ومن غير أي كذا. إذا صار في لوك داون مثلا والسيتي سكرت الريجستري اوفيس ديسمبر، المير سكر مثلا اوتاوا، السيتي في اوتاوا وخلاهم كلهم يشتغلوا من البيوت، فصار في عندنا ديلي بالكلوزنجز كثير كلوزنجز مثلا، لانه صار في عندهم حالتين اوميكرون فسكر السيتي، فبتصير يعني هيك شغلات. فمنحط الكلوزز كلها، دي هذا طبعا لمحه صغيره عن نوعية الكلاوز اللي ممكن نحطها وممكن ننتبه لها، خاصة كمان إذا البيت كوندومينيوم في كلاوز معينة أو كونديشنز معينة بنحطها
حتى نتأكد إنه الكاندو كوبوريشن ما في عليها لاسوتس، الكاندو ما في زيادة للريزيرف فند اللي مفروض ينحط إذا للكاندو كوبوريشن وخلافه. طيب أستاذ وضح، زمان كان في أحد الشروط اللي بتحطها اللي هي فحص البيت، والآن عم بسمع إنه للأسف بسبب الأوفر آسكينج والما في بيوت والناس بدها تشتري، فبطلوا الناس يحطوا هذا الكلوز. صحيح؟ صحيح صحيح، وهذه مشكلة كبيرة صراحة، هذه مشكلة كبيرة، وإحنا دائما إحنا كأيجنس دائما يعني منحبذ إنه الباير يحط الإنسبكشن كونديشن دائما، لكن المشكلة اللي بتصير معانا إنه بكون في بيت واحد موجود بكل مثلا منطقة، مثلا بار هيفن بكون بيت واحد موجود وفي عليه 20-30 واحد بدهم يعملوا عليه آفر. طب فرصك إنك أنت تحط inspection condition حيصعب الموضوع كتير وحيقلل فرص إنك تاخد البيت هذا مقارنة بالناس التانية اللي عم بتحط من غير conditions ومن غير حتى finance condition. فإحنا عادة بالحالات هذه بننصح الباير، بنقول له أوكي شوف بدك تحط condition بنحط لك condition، وأنا بنصحك إنك تحط condition، لكن المشكلة إذا حطينا condition يعني احتمال إنك تاخد البيت هذا تنزل ل 5% بدل ما تكون 90%. فشو الاقتراح عندك؟ نقترح عليه ممكن نجيب بري انسبكشن قبل ما نعمل الأوفر، نتفق مع انسبكتر بيجي بياخد بتطلع البيت بنظرة سريعة، طبعا ما بيعمل فول انسبكشن، بتطلع على الروف، بتطلع على الفرنس، بتطلع على الاي سي، بتطلع على الفاونديشن، بتطلع على الانستليشن الميجر، يعني فيري ميجر، الشغلات اللي ممكن تكلف thousands of dollars بتطلع عليها على السريع شغلة نص ساعة، بتأكد إنه ما في مشاكل وبدفع له الزبون، وساعتها بعمل الزبون الآفر على هذا الأساس. طبعا خبرة الايجنت تلعب دور كبير، إذا ايجنت صار له فترة طويلة بالماركت بكون شايف انسبكترز لما عايف، بكون شايف كل مشكلة ومرت عليه كل مشكلة وبع وشايف وين الانسبكترز بتطلعوا وين، بس بالاخر طبعا الايجنت مش انسبكتر بس خبرته بتلعب دور كبير، لانه ممكن بكل بساطه يدخل البيت ويقول لك انتبه دكتور هذا الفرنس عمره منتهي، فانت اعمل حسابك على 5000 6000 دولار بدك فرنس جديد جارانتيد، لانه مبين مليك وعامل ليك وحالته حاله، او ممكن يجي يقول لك انتبه دكتور هذا الروف رايح، او ممكن يلاقي بقعه بالسقف، او ممكن يطلع يلاقي شق بالفاونديشن يقول لك انتبه هذا في شق هنا هذا بده يكلفك 3000 4000 دولار، او ممكن يلاقي ملوحه حوالين الفاونديشن يقول لك اوكي في مشكله هنا عندك بالبيبر بارير حوالين البيت، فبده البيت كله حفر من برا وبده الدرينز او الويبينج تايلز بنسميها بدها كلها فلاش مره ثانيه، هذا بكلف بين 10000 15000. فما خبرة الايجنت يعطيك المعلومات هذه ساعتها انت تعمل اوفر وعندك فكرة مبدئية قديش ممكن يكلفك. طب افرض صار شغلة ميجر، يعني شرى البيت الواحد وصار شغلة ميجر، مين بتحملها؟ الشاري ساعتها اذا ما عمل انسبكشن وما بيعرف؟ اكيد أوكي. اكيد للأسف. يعني الافضل هذا اكيد هذا قرار بالاخر، زي ما انا قلت احنا دائما بنحبذ انه نحط inspection، ودائما بنقول للباير انه مفروض تحط inspection condition، لكن يعني الماركت بفرض علينا احيانا الطريقه العكسيه، دائما احنا بننصح الزبون انه يجيب انسبكتر حتى لو قبل ما نعمل اوفر، على اساس لما يجي يعمل اوفر يعمل له نو كونديشنز، يجيب انسبكتر يطلع معانا على البيت يشوفه على السريع اذا فعلا عجبك هذا الدكتور، يعني انت شفت معك انا دكتور ثلاث بيوت عجبك واحد منهم، نروح another visit قبل الأوفر تايم، نأخذ معنا إنسبكتر تعطي له 200-300 دولار أوكي جدا. بتطلع لك على الشغلات المهمة جدا جدا جدا، ساعتها بكون عندك فكرة كتير مبدئية أنه والله الشغلة حتكلفك 5000 دولار بعد ما تسكر البيت، وبنبني الأوفر على هذا الأساس. طيب هلا إذا قبل، إذا رفض الأوفر خلاص مع السلامة، إذا قبل الأوفر بصير شغلة اسمها الكلوزينج وما الكلوزينج والشغلات هاي. صحيح. تقريبا الكلوزينج فيز هاي، لانه في ناس كتير بنسوها وهم بيحسبوا بالمورجج وبدي ادفع داون بيمنت، قديش تقريبا بتكون نسبتها من البيت؟ خلينا نحكي احنا عاده بنقول للزباين اعمل حسابك على 2.5%،
بس طبعا اذا انت فيرست تايم باير بتتسامح لغايه $4,000 اللي هي اللاند ترانسفير تاكس او لاند تاكس ترانسفير. طبعا الكلوزنج فيز هاي بس عشان اشرحها هي مش رايحه هاي رايحه للحكومه، هاي الكلوزنج فيز اللي هي بتكون لاند تاكس ترانسفير، بتكون تايتل سيرش، تايتل انشورنس، بتكون ديد ريجستريشن، مورجج ريجستريشن، بتكون اللوير فيز، بتكون الكارير فيز، وبتكون كمان يعني كل هاي الشغلات او بنسميها حجه البيت عندنا بدولنا العربيه، وتسجلوا بالشهر العقاري والكلام هذا زي ما احنا بنحكي بالدول العربيه نفس البروسس. هذه كلها في لها مصاريف ولا تكاليف، والمحامي والتاكس بشراء البيت، هذا كله بيطلع حوالي تقريبا احنا دائما بنقول خليك بالسليم، اذا تكون بالسليم بدك 2.5%. طبعا احنا عندنا ما شاء الله عدد كبير من المشاهدين بس مش عم بيسالوا اسئله الا زينة سالت سؤال، ويمكن انا سالت سؤال زيه. من اذا الانسبكتر ما لاحظ خطا في البيت، من يتحمل الخساره؟ اذا الانسبكتر، شوف الانسبكتر هو عاده لايسنسد وعاده بيكون انشورد، فاحنا يعني انا بالنسبه لي دائما بدور على انسبكتر يكون سيفل انجينير، ودائما بدور على انسبكتر يكون لايسنسد، لانه في كثير انسبكتورز على فكره مش لايسنسد اوكي ومش مسجلين بال 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 بالاسوسيشن تبع الانسبكشن، الهوم انسبكشن اسوسيشن شيء زي هيك مش فاكر اسمها والله، ولازم يكونوا انشورد هدول. اذا انشورد ولايسنسد وكمان افضل وافضل يكون سيفل انجينير اساسا اوكي، بكون الواحد حاطط زي ما تقول بطنه بطيخة صيفي يعني مرتاح نفسيا. فإذا غلط الانسبكتر أكيد في عليه مسؤولية قانونية، ممكن ينعمل كليم على الانشورنس تبع الانسبكتر، وساعتها الاسوسيشن بتبحث بهذا الموضوع بتشوف إذا فعلا الانسبكتر غلط هيك غلطة ولا لا. بس بكل الأحوال الانسبكترز بيحاولوا قد ما بيقدروا، لكن في احيانا ما بيقدروا يشوفوا ورا الحيطان، شوف في موجود ورا الحيطان، لانه احيانا بتصير عندنا ناس بتروح بتشتري بيت بيوت قديمه وبيجيب انسبكتر، الانسبكتر بتطلع بقول له اوكي عندك التويلت، عندك الروف، عندك كذا 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 كذا، بعدين بيجي الزبون بده يعمل فور رينوفيشن، فبيجيب شركه مقاولات ببلشوا يكسروا بالحيطان، بيكتشفوا انه ورا الحيطان مثلا ألمنيوم وايرينج ورا الحيطان، بيكتشفوا انه مثلا ورا الحيطان galvanized pipes ورا الحيطة، بيكتشفوا انه والله في فيران ورا الحيطان، الانسيليشن ممكن منطقة تكون بعدها يوفي انسيليشن، هذا نوع قديم من انواع الانسيليشن ممكن يسبب مشاكل نفسية مشاكل تنفسية والكلام هذا. طب الانسبكتر كيف بده يعرف ايش في ورا الحيطة؟ ما هذا كمان لازم احنا نكون يعني صادقين مع نفسنا. يس. طيب الان الحكومه اقرت بعض التغييرات على شراء المنازل للاجانب واللي هم المقيمين غير الدائمين، يعني اللي مثلا طلاب اعتقد، ولا لو تحكي لنا شويه عن ولا القوانين لسه ما اسنت حتسن، وهل هاي حتغير من الماركت ستيت الماركت ايجنت؟ والله شوف هو في اقتراحات كتير موجودة هلأ حاليا، وكان هذا واحد من الاقتراحات اللي كان الليبرال بارتي عم بيحاول to push for it، وكان الـ NDP عنده اقتراحات تانية والكونسرفاتيف عنده اقتراحات تانية، بس هلأ ما في قوانين انصرمت لسه لغاية هلأ بالنسبة لهذه الأمور، كل مشغول بالمشاكل اللي عم بتصير بالنسبة للتركرز والحدود والفاكسينيشن والكلام هذا، ف في تأخير بالقوانين هذه وبالقرارات هذه. كان في واحد من الاقتراحات انهم الليبرال بارتي هذه كانت تقترح هذا انه يعملوا فروز او فريز للفورن انفسترز لمدة سنتين انهم يشتري بيوت بكندا، وهذا طبعا جدا سيء
بنظري أنا يعني إنه هذا القرار، لأنه صحيح هم هدول الانفسترز بياخذوا من نصيب الكنديين الموجودين، لكن هدول الانفسترز عم بدخلوا millions if not billions of dollars للبلد وبنعشوا البلد. وهدول الانفسترز لما بيجوا بيشتريوا بيوت هنا بكندا بيوفروا بيوت لأنه بعرضوها للأجار بالآخر، فبيوفروا good quality homes للمستأجرين. وكل ما زادوا هدول البيوت المعروضة للأجار كل ما تحسن نسبة الأجار، أو لأنه تعرف لما يكون في كتير availability للأجار تنزل الأسعار بطبيعة الحال. فصحيح أنه ممكن أنت ما تقدر تشتري، لكن ممكن تستأجر بأسعار تصير أرخص وأرخص. فهذه نقطة. المشكلة اللي عندنا مش الديماند. إذا واحد عنده مصنع وعنده كتير ديماند، بروح بوقف على باب المصنع ببلش يطخ بالزباين قبل ما يدخلوا على المصنع يشتريوا؟ يعني المفروض إنه يطور من المصنع، يجيب معدات جديدة، يجيب عمال جداد، يرفع الكاباسيتي للمصنع للآخر، يبني مصنع تاني عشان يوفر البرودكت الموجودة. فأنا رأيي شخصي إنه المفروض الحكومة تنظر للموضوع بدل ما يقصقصوا الديماند، مفروض يوفروا بروجرامز جديدة حتى يحسنوا السبلاي. طبعا اللي بده يستثمر وبده يسأل أكثر أسئلة ممكن يتواصل مع وضاح الغصين، تلفون 613-878-3043 موجود على الشاشة، وبرضه الموقع تبعهم The Vertex Team، شباب عندهم ما شاء الله تيم كبير وممكن يساعدوكم. يعني في النهاية أستاذ وضاح بدي منك نصائح للي بده يشتري بيت جديد. الناس كتير خاصة العرب تتخوف من هاي الخطوة لأنه بتعرف تحويشة العمر بده يحطها في هالبيت، لكنها خطوة مهمة خاصة أنا بحكي as soon as possible. في ناس غلطت وأنا من الناس اللي غلطوا واستنى 8-9 سنين، الأسعار ارتفعت دبل بال 8-9 سنين، بالثلاث سنين الماضية ارتفعت كمان الدبل. فيعني اللي تأخر كل ما بتأخر كل ما بتزيد المشاكل. أنت بدي منك نصائح للي بده يستثمر جديد، بإيش يفكر، كيف يبدأ، نصائح منك هيك من أخ لأخويا على راسي. شوف، هو أهم شيء إنه يبلش فعليا يفكر في الموضوع. وتعرف دائما في حوالينا ناس إنه تحكي بشغلات ما بتفهم فيها، دائما طبيعي يعني بتيجي بتسأل، يعني بيجي بقول لك لا يا عمي بكره الأسعار حتنزل، أو ممكن تحكي مع واحد صاحبك يقول لك لا يا عمي شو موديك أنت على أورلينز، لا روح اشتري مثلا ببرهيفن، أو انزل يا زلمة ليش أنت عايش بتورنتو، روح اسكن بوينزر مثلا. يعني تعرف النصائح هذه اللي ما بتضر صاحبها لكن بتضر اللي عم تنصحه، بس هم بيحكوها بحسن نية بس بيخربوا على الناس للأسف. فدائما استشيروا خبير بمنطقتكم وشوفوا إيش رأيه في الموضوع. كل منطقة لها الديناميكس تبعتها وحسابات تبعتها والأرقام تبعتها إذا عم تطلع أو عم تنزل. وأكيد الاستثمار وشراء البيت أول إشي لازم تفكر فيه إنك تشتري بيت لإلك، هذا أهم استثمار ممكن تعمله بحياتك. وبضل إشي لكبرته للواحد، وبضل إشي إحنا العرب تعرف منحب دايماً إنه نكون عنا عقار والله بكرة أولادي بيفرحوا فيه، والله بكرة يعني أو أرض والله أولادي ممكن يستفيدوا منها بيوم من الأيام. إحنا عنا دايماً هذه الشغلة الموجودة عنا بالدول العربية، دايماً نعطي لأولادنا أولاد أولادنا ونفرح إنه والله سبت لهم إشي، عرفت كيف؟ فهذا دائما لازم يكون موجود ولازم نطبقه ولازم نحاول ان 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 نساعد الناس انهم يتخذوا القرار المضبوط ويدوروا على العقار المناسب. فاول شيء طبعا يسالوا مورجج ويعرفوا قديش القيمه الشرائيه تبعتهم، قديش بيقدروا يشتريوا، يعملوا يعطوه المورجج كل المعلومات اللي مفروض يعطوه له اياها بين ورق وتي 4 وتاكسز وبيبرز وكل الاوراق المطلوبه حتى يعرفوا بالضبط قديش هم ذير ابروفد فور
بعدين بتواصل مع خبير عقار شاطر ومعروف بالمنطقة اللي هم مدينة فيهم، وإذا ناس عندنا بأوتاوا إحنا حاضرين أهلا وسهلا. بعد هيك ساعتها يتوكل على الله ويحاولوا يشتريوا لأنه ما رح يندم. طيب أستاذ وضاح، بدي أسألك سؤالين في النهاية، هل توافقني ولا لا؟ أفضل استثمار هو العقار. صحيح 100% 100% دائما إحنا بنقول invest in a solid ground. أفضل بلد للاستثمار بالعقار هي كندا. كندا 100%. أنا رأيي صراحة كندا من الدول كتير المسالمة، من الدول الممتازة للاستثمار، ولسه كندا ما وصلت البوتنشال تبعها بالنسبة للدول العالم تبعت الجي 20 والجي 8 بالأخص، ما وصلنا للبوتنشال لسه مقارنة بالدول الثانية، لأنه تعداد السكاني تبعنا بعده يعتبر كتير بسيط بالنسبة للدول الثانية، ففي عنا بوتنشال للجروث كتير كبير. في سؤال مهم جانا عن المورجج الحلال، لو تساعدونا بهذا الأمر إن شاء الله رب العالمين رح نعمل حلقة، عم نتواصل مع ناس مختصين بهذا الموضوع، إن شاء الله حنعملكم حلقة قريبا بهذا الموضوع، فضلكم تابعين قناة كنار تي في. نختم هاي الحلقة بنفس المقولة اللي بدأنا فيها، Don't wait to buy a house, buy a house and wait. لا تنتظر لشراء منزل، اشتري المنزل وانتظر بعدها. أستاذ وضاح، أنا كتير كتير مبسوط كنت معك، إذا بتحب توجه أي رسالة لجمهورك اللي معنا وقبل ما ننهي الحلقة. شكرا، شكرا لك دكتور، شكرا لجهودك، وبشكرك كتير على بتصور في حدا عم بسأل، بشكرك كتير على الأسئلة الممتازة، وبشكر جهودك الطيبة على هذا الشغل، ونتمنى إنه يعني نخدم كل الجالية الموجودة ونجاوب كل الأسئلة. معلش إذا سؤال مهم، هل يستطيع أحد أن يشتري ممتلكات أشخاص من غير كندا؟ يشتري ممتلكات أشخاص من غير كندا؟ يعني إنه يعني مش كندي، بدي يشتري من هو، بدي يشتري من كندا بس مش كندي هو. طبعاً. طبعاً. أجانب. لو كنا طبعاً. ممكن ياخذ مورجج حتى كمان. أوكي. طبعاً. الكندي والغير كندي بيقدروا يشتروا. الكندي طبعاً. له سبيشال تريتمنت ومورجج بيختلف عن الهاي، ويمكن أكيد. في بعض المدن مثل تورونتو بتفرض ضريبة خاصة على الأجانب، بس أوتوا لسه ما فيها. الموضوع لسه مفتوح يعني. صحيح. Yeah. صحيح. أستاذ وضاح، أنا كتير مبسوط أني كنت معك اليوم، بشكرك كتير على وقتك، أنا عارف أنت قديش بيزي، ويعني ما شاء الله من الناس المفتخر فيهم في الجالية. مرة تانية الأستاذ وضاح الغصين، Real Estate Mortgage من The Vertex Team، رقم تلفونهم 613-878-3041، هذا الرقم الشخصي للأستاذ وضاح يعني السيلفون، والعنوان أو الموقع تبعهم الإلكتروني The Vertex Team حطيته أنا في الكومنتس عشان إذا بدكم ترجعوا له بأي وقت إذا ما شفتوه على الشاشة ممكن تعملوا له نسخ وتتواصلوا معهم. في نهاية هاي الحلقة لا يسعني إلا شكر كل من كان معنا، علق أو ما علق، سمع واستفاد وفاد غيره بعمل شير لهذه الحلقة عشان الناس تقدر يوصل لها المعلومة الصح من المستشار الصح. هذا واجبنا على كنار تي في. نتمنى لكم كل الخير، ونراكم إن شاء الله في حلقات قادمة. تصبحون على ألف خير. شكرا.